مشاهدينا اهلا بكم الى حلقه جديده من حوار اليوم. الولايات المتحده من جديد توجد بالملف الليبي بقوه وتعلن عن استراتيجيه لمده 10 سنوات لانهاء الصراع في ليبيا واعاده الهدوء المفقود في هذا البلد الشقيق، فيما رحب باشاغا رئيس الحكومه الليبيه بالعمل مع الخارجيه الامريكيه من اجل دعم الامن والاستقرار بالمنطقه. من جانبه اكد بلينكن وزير الخارجيه الامريكي في تغريدة عبر تويتر أن بلاده ستعمل مع شركائها على تنفيذ الاستراتيجية العشرية لمنع صراعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. هذا الاهتمام المفاجئ بالملف الليبي أثار تساؤلات، فهل يأتي بعد الأزمة الأخيرة في البترول وارتفاع أسعاره الحادة فتعمل على إعادة الاستقرار لليبيا وبالتالي يعود إلى الإنتاج بكامل طاقته، أم هي إعادة إلى لعبة مناطق النفوذ في العالم؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا الكريم الأستاذ رجب شرنوبي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. برحب بحضرتك معنا وكل سنة وانت طيب. أهلا بسيادتك يا عمر والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أستأذنك نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. تفضل. بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على الساحة الإقليمية والدولية من مواقف وتحالفات جديدة، الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الأزمة الليبية وتلقي بثقلها لإنهاء التباينات السياسية المهددة لعودة الاستقرار إلى أرض ليبيا. وفي هذا الإطار أعلن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن أن بلاده ستعمل مع ليبيا ودول أخرى على تنفيذ الاستراتيجية العشرية خلال السنوات العشر المقبلة لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار. وأكد بلينكن أن واشنطن ستعمل مع الحكومات الشريكة والشراكات والمجتمع الدولي المدني لبناء القدرة على الصمود في كل من ليبيا وهايتي وموزمبيق وغينيا الجديدة وساحل غرب افريقيا. من جانبه اكد السفير الامريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ان الاستراتيجية الجديدة تعد التزاما امريكيا مستداما يتجاوز المرحلة الحالية، واضاف ان الولايات المتحدة تعمل من اجل المصالحة الليبية واعادة التوحيد في ظل حكومة منتخبة مسؤولة امام الليبيين. وبعد سنوات من ضبابية الموقف الامريكي تجاه ليبيا وضعف حضوره، على ما يبدو ان دبلوماسية واشنطن الحالية بدأت تأخذ منحنى عمليا اكثر جدية تجاه الصراع في ليبيا، فبات حضورها اقوى واكثر من اي وقت مضى. فالموقف الامريكي الذي انحصر تمثيله طيلة الاعوام الماضية على مبعوثيها اصبح مختلفا، وما يؤكد رفع اهمية ليبيا لدى واشنطن هي الجولات والمباحثات التي اجراها وزير خارجيتها مؤخرا في كل من المغرب والجزائر من اجل دفع انتقال ديمقراطي حقيقي في ليبيا من خلال انتخابات وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وإن بدت واشنطن الآن أكثر تأثيرا في الملف الليبي، إلا أن هذا الحضور بدا أقوى وفقا للمتابعين للشأن الليبي بعد التدخل الروسي في ليبيا عبر مرتزقة فاغنر، كما أرجعه المراقبون إلى أنه قد يكون ضمن استراتيجية أمريكية لتضييق الخناق على توسع موسكو في عدة دول من بينها ليبيا. مرة أخرى نرحب بضيف الكريم والعزيز الأستاذ رجب الشرنوبي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك معنا مرة ثانية، وندخل في الموضوع مباشرة. الولايات المتحدة هذه المرة تدخل بقوة في الملف الليبي في محاولة لحله. هل هذه المرة هي مرة جادة بالفعل للولايات المتحدة في حل هذا الملف المعقد، أم أنها كالمرات السابقة مجرد مبعوثين وقرارات تتخذ ولا تلقى صدى على أرض الواقع؟ الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قادت الناتو 2011 لتدمير ليبيا. أعتقد كلنا ذاكرين كويس الإجراءات الأحداث بتاعت 2011 والتدمير المتعمد لليبيا.
مش مختلفين فيه العرب بالضبط، مش مختلفين انه حكم القذافي كان احد الدكتاتوريات الموجوده في الوطن العربي، مفيش كلام. مش مختلفين انه كان هناك اداء سيء لحكومه القذافي، وكان هناك ردود افعال مضاده من الشعب الى اخره. لكن وقوع الشعب الليبي معنى هذا ان العرب العربي يعني ينعم بالديمقراطيه وكان القذافي هو وحده يعني انا ما اقولش انا قلت احد انا قلت احد نعم انا قلت احد نعم كمان ما ننساش انه الانسياق الغير محسوب للشعب الليبي وللشباب الليبي وارتمائه في احضان الغرب والحركات الارهابيه اللي نفذت الكلام ده وشاركت فيه واللي ظهرت نتائجه بعد مرور عده سنوات من اول المجلس الانتقالي ومصطفى عبد الجليل لمؤتمر الوطن العام وابو سهفين وابو سهمين الى اخره يعني. اعتقد النتائج على الارض واضحه. اذا امريكا النهارده او الولايات المتحده النهارده اللي عايزه تحل المشكله الليبيه وعاوزه تساهم في عوده الاستقرار الى ليبيا هي نفسها السبب الرئيسي او الطرف الرئيسي اللي كان بيشرف على تدمير الدوله الليبيه. الحكايه دي تفيدنا في ايه؟ تفيدنا انه في النهايه الشعب الليبي لن ينعم بالحريه ولن ينعم بالاستقرار الا بجهده وجهود ابناء الشعب الليبي. بمعنى امريكا او الولايات المتحده غايبه تقريبا من عهد اوباما، يعني دونالد ترامب بعيدة تماما عن المشهد الولايات المتحدة الأمريكية. مع عودة جو بايدن اللي هو أساسا كان النائب بتاع أوباما بدأ الظهور الأمريكي من جديد على الساحة الليبية بعد كل دي السنوات. طيب هل الولايات المتحدة هنا بقى نتكلم في النوايا، يعني هل الولايات المتحدة ظهورها المفاجئ النهاردة أو بقالها فترة والنهاردة بتتكلم في 10 سنوات هتحتاجهم عشان تبتدي تنسق الجهود الدولية أو جهودها مع المنظمات الدولية ومع الشركاء الوطنيين في هذه الدول اللي منهم ليبيا؟ هل هذه الجهود وهل هذه النوايا صادقة لصالح الشعوب اللي يعني اللي عندها مشاكل في أوطانها أو المعرضة؟ الكلام ده كان يبقى صحيح لو أنه الأداء الأمريكي في أفغانستان مثلا بعد 20 سنة وخلال 20 سنة كان أداء محمود، كان أداء طيب، كان المقصد منه هو يعني الراغد وهناء العيش للشعب الأفغان. كلنا تابعنا كل الأحداث دي. عاوز أوصل في النهاية أقول إنه عشان تتحرك الولايات المتحدة وتبتدي تشتغل في ملف ما من الملفات عندها وسائل وعندها أهداف. الهدف الأول والأخير والاستراتيجية العامة للولايات المتحدة هو هدف المواطن الأمريكي، مش حتى المواطن الأوروبي، في المقام الأول المواطن الأمريكي، المصلحة الأمريكية ثم المصلحة الأمريكية ثم المصلحة الأمريكية. طيب سؤال هنا، هل لديها قدرة الولايات المتحدة أن تلعب هذا الدور من خلال تأثيراتها المختلفة؟ نرجع نبص على أدوات اللي ممكن أو المسارات اللي ممكن تسير فيها الولايات المتحدة، سواء كانت مسارات سياسية أو عسكرية أو دبلوماسية إلى آخره. طيب برضو الشيء بشيء يذكر، يعني هل ظهور روسيا مرة أخرى على الساحة الدولية كقوة كبرى تستطيع فرض كلمتها عندما تريد، أيضا الصين هذا الخصم العتيد للولايات المتحدة، هل هو من أجبر الولايات المتحدة أو ربما يجبرها على تغيير استراتيجيتها من حيث الفوضى الخلاقة وقلب أنظمة الحكم وإشاعة الفوضى خصوصا في العالم العربي؟ إذا نحن متفقين أنه الظهور الأمريكي من 10-12 سنة في المنطقة العربية والفوضى الخلاقة اللي كلنا فاكرينها والجهود اللي أشرفت عليها الخارجية الأمريكية وأوباما إلى آخره، اللي كانت بتستهدف تقريبا يعني تقطيع كل المصالح العربية وتفتيت المنطقة زي ما حضرتك أشرت، النهاردة أمريكا أنا رأيي الشخصي إنها راجعة تلعب نفس الدور ولكن باستراتيجيات مختلفة. الفترة اللي غابت فيها أمريكا عن المشهد الليبي كان فرصة للتمدد الروسي في المنطقة مثلا، كان فرصة للتمدد الاقتصادي الكبير جدا في أفريقيا. لما نيجي نبص النهاردة على مبيعات الأسلحة
الروسية في الخارج هتلاقي منها حوالي 20-25% بتنزل القارة الأفريقية. رقم كبير في لما تيجي تراجع الأرقام الاقتصادية والاستثمارات الاقتصادية في الصينية في أفريقيا هتلاقي أرقام كبيرة سواء في منطقة القرن الأفريقي أو في الجنوب الأفريقي إلى آخر. إذن هناك أكثر من سبب، ده سبب ليس السبب الوحيد للتحرك الأمريكي سواء كان اقتصادي أو سياسي في القارة السمراء. أمريكا محتاجة ترجع تاني تعيد مسألة التوازنات الدولية، لأنه اللي حصل في أفغانستان واللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا ولملمة أمريكا لكثير من أوراقها العسكرية في المنطقة بالتأكيد أثر على الصورة العامة للولايات المتحدة الأمريكية. في خلال هذه الفترة زي ما حضرتك أشرت بالضبط، الظهور الروسي السياسي والعسكري والظهور الاقتصادي للصين بالتأكيد أخذوا جزء كبير من الصورة. هنا الولايات المتحدة في سبيل حفاظها على وضعها وعلى صورتها العامة محتاجة ترجع تاني تبص على مناطق كانت تقريبا خرجت من يعني استراتيجيتها الخارجية عدة سنوات في أيام دونالد ترامب. طيب برأيك هل الملف الليبي بالفعل هو مرشح لدفعة جدية من أجل حلحلة هذا الملف المعقد والذي كلما لاح أمل في الأفق أنه سيجد طريقه للحل نجد هذا الأمل يتلاشى مع تدافع الأحداث على الأراضي الليبية؟ عشان نجاوب السؤال ده نشوف هل هناك إرادة، يعني أنا لازم أسأل سؤال، هل هناك إرادة محلية ودولية لي يعني للإنهاء على هذا الصراع الليبي أو فك يعني هذا الارتباط أو الاشتباك السياسي إنجاز لنا التعبير في الملف الليبي؟ لازم نجاوب على السؤال ده. أولا بالتأكيد هناك من الأطراف الدولية ما لا يساعد على السير في هذا الاتجاه طالما الأمور لا تسير في مصلحته. من هم؟ لما نيجي نبص مثلا على طرف زي الطرف التركي، الأتراك أيام فايز السراج تقريبا كانوا رقم وما زالوا كان رقم كبير في الملف في الأحداث اللي بتتم في الغرب الليبي. عدد الإرهابيين اللي موجودين في المرتزقة اللي موجودين على الأراضي الليبية بإشراف سواء أحضرتهم أنقرة أو حتى تشرف عليهم وتنفق عليهم إلى آخره، وفي النهاية بينطاعوا وهم تحت سيطرتها رقم كبير، عشرات الآلاف موجودة في الليبي. ده طرف إنهاء يعني المسألة أو إنهاء النزاع الليبي بالشكل اللي هو ما يخدمش على مصالح تركيا سواء الاستثمارية أو العسكرية وخصوصا في يعني أو الاقتصادية وخصوصا في مسائل الطاقة يخلي تركيا يعني من الدول التي لا تفضل انتهاء هذا الصراع الآن. كل ما امتد الصراع في الأراضي الليبية وكل ما تعرقلت مساعي إيجاد الحلول على الساحة الليبية ده شيء ما يساعدش أنقرة لأنه في النهاية بتدور على مصالحها زي أي دولة. هناك الطرف مثلا الإيطالي بالتأكيد أنه وجهة نظر الأوروبيين نحو الأراضي الليبية والملف الليبي والمصلحة الليبية مش واحدة، بالتأكيد أنه هناك صراع وإن كان خفي أو يعني يظهر في بعض الأوقات فقط صراع إيطالي فرنسي في كثير من يعني الملفات ومنها منطقة صراع المصالح في ليبيا ما بين الطليان والفرنسيين، ده صراع موجود بالرغم من أنه الاثنين بينتموا إلى البيت الأوروبي والمصلحة الأوروبية، بس خلينا نؤكد أنه فرنسا المتحدث الرسمي النهاردة باسم الأوروبيين. ده طرف. الولايات المتحدة بالتأكيد يعني تدخلها بعد هذه السنوات تحقيقا لمصالح زي ما قلنا مصالح أمريكية مستقبلية وتنفيذا لاستراتيجيات قديمة في ليبيا وبغيرها مع تغير أساليب التنفيذ وارد. الطرف الروسي عنده مصالح في ليبيا وبالتالي كل الأطراف الدولية دي
اللي هيكون فيه مساء يعني اللي هيكون عنده يا عمرو بيه مصلحة في انهاء هذا الصراع هيساعد فيه اللي هتيجي مصلحته مع نهاية الصراع. طيب نيجي نبص على المشهد الداخلي، هل الأطراف اللي بيه، هل الإخوة اللي بيه، هل صناع السياسة اللي بيه الداخليين من مصلحتهم أو كلهم أو جلهم يعني يفضل انهاء هذا الصراع وصولا الى الاستقرار يعني انهاء هذا حاله الانسداد السياسي اللي موجوده، هذه الحاله دي موجوده في ليبيا الان. بالتاكيد تعارض المصالح السياسيه بيمنع، يعني لما نيجي نبص النهارده زي حكومه زي حكومه فتحي باش اغا اللي لسه يعني تم تعيينها مؤخرا بعد اقاله عبد الحميد الدبيب، الاثنين من مصرات والاثنين عندهم ارتباط بالتنظيمات العسكريه في مصرات. النهارده الاثنين مش متفقين، عبد الحميد الدبيبه بيقول انه مش هيسلم السلطه الا لسلطه منتخبه. فتحي باش اغا بالمناسبه احد المرحبين بالاستراتيجيه العشائر اللي حضرتك اشرت اليها، مصر على انه يدخل طرابلس بقوه القانون كما صدر عنه وليس بقانون القوم. طيب ازمه البترول العالميه اللي هي عقبت الحرب الروسيه على اوكرانيا، هل هذه الازمه هي من دفعت الولايات المتحده لمحاوله ايجاد حل جدي للازمه الليبيه علشان ليبيا تستقر تعود الى انتاجها البترولي بكامل قوتها وبالتالي يخف الضغط عن السوق العالمية للبترول؟ بالتأكيد اضافة الى الدوافع الطبيعية اللي اشرنا اليها لهذا التحرك الامريكي بعد كل هذه السنوات وتكثيف الجهود الامريكية حسب ما صدر عن الخارجية الامريكية لانهاء هذا الصراع. بالتأكيد اضافة الى هذه الدوافع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن والمصاحبة للأحداث الأوكرانية والصراع الروسي الأوكراني الحالي أحد أهم هذه الدوافع. وأعتقد أنه يعني ما بذل من جهود أمريكية بريطانية مصحوبة بجهود أوروبية للخلاص من تأثير الطاقة الروسية على الاقتصاد العالمي في خلال الفترة اللي فاتت واضح جدا، وكلنا تابعنا الجولات المكوكية لمنطقة الخليج، كلنا تابعنا الجهود الأمريكية يعني التصالح مع أعداء الأمس والتواصل والتقارب مع أعداء الأمس سواء كان فنزويلا وإيران، حتى أن قوة الضغط على إيران خفت نوعا ما. كلنا تابعنا الجولة المكوكية الأخيرة لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي من الخليج إلى صحراء النقب إلى الجزائر. الآن الحديث عن ليبيا أعتقد أنه كلها جهود كبيرة جدا يعني بتبذلها النهاردة، لأنه أصبحت النهاردة توفير احتياجات أوروبا من الطاقة واللي أصبح فيها نقص واضح، وما صاحب هذا النقص من خسائر سواء على الاقتصاد العالمي أو حتى على خسائر بعض البلدان الأوروبية اللي تدخل ضمن هذا الاقتصاد العالمي. احنا ألمانيا من أكتر من أسبوعين كانت بتتكلم في 200 مليار دولار خسائر، بريطانيا الحليف التقليدي لأمريكا بيتكلم على خسائر تفوق 100 مليار دولار، الفرنسيين إلى آخره، كل الاقتصاديات العالمية دي النهارده بتحقق خسائر لان هي بتعتمد في الاساس على ما يقرب من 40 ل 50% من الطاقه الروسيه سواء كانت بترول او غاز. فالان يعني اعتقد ان اوروبا ويعني الدول الصناعيه في رقبه الامريكان، لانه الامريكان هم اللي تعهدوا بتوفير، يعني هم اولا هم من اججوا هذا الصراع، يعني اعتقد انه دورهم في هذا الملف واضح جدا حتى قبل أن يبدأ
حتى قبل ان يبدا محاوله استفزاز روسيا وضم اوكرانيا او اشاعه ضم اوكرانيا الى حلف الناتو. يعني اعتقد يعني كان تحرش صريح بروسيا. انا اعتقد انه بلع الطعم الرئيس زيلنسكي الرئيس الاوكراني. اعتقد انه بالفعل بلع الراجل اعترف قال انتوا بعتونا وخدعتونا الطعم بالفعل. وهذا اعتقد ما كانت يعني تريده امريكا والولايات المتحده. اعتقد ان يعني الولايات المتحده في هذا الملف تسير بخطوات محسوبه، عمليه تاجيج الصراع ثم عمليه الدخول في الصراع بشكل غير مباشر سواء عن طريق الاسلحه اللي بتصل الى اوكرانيا واللي بيعلنوا عنها كلهم، سواء العقوبات الاقتصاديه الكبيره جدا اللي تم توقيعها على روسيا. هناك ملفات تدار، هناك جيم سياسي مخابرات يلعب على الأرض. ولكن لا ننسى أن بوتين يلعب الجيم السياسي أيضا بكفاءة كبيرة جدا، يعني لدرجة أن قال اللي عايز ياخد مني بترول أو غاز بعد كده يدفع بالروبل. بالروبل. وعشان كده أنا قلت أنا فاكر إحنا يعني كنا بنتكلم في هذه المسألة أنا وسيادتك، اللي قلت لك هو صراع الكبار. الخطوة فيه محسوبة. سواء كان الولايات المتحدة، سواء كان الطرف الروسي، سواء كان الأوروبيين. وقلت وقتها وما زلت انه هذا الصراع منذ ان بدأ سيستغرق من 3 لـ4 أشهر على الاقل على الاقل الى ان يحسم. وقلت انه كل الجهود الوساطة الحالية المبكرة اعتقد انها جهود لا يعني لا ترقى الى مستوى الوساطة النهائية لمسألة انهاء الصراع بشكل تام. وقلت انه الطرف الاوكراني اول المتضررين بل اول الخاسرين، وستضرر بالتاكيد الطرف الاوروبي. يعني هذا يؤكد المقوله الخالده ان المتغطي بامريكا اريان. لا نرجع بقى للملف الليبي. عشان كده الملف الليبي من الطبيعي جدا انه الخارجيه الامريكيه تطرق على كل الابواب اللي يمكن ان يكون لديها يعني نصيب او لديها دعم في مسألة الطاقة، لديها قدرة في مسألة دعم الطاقة وتوفير الطاقة خصوصا في هذه الفترة. عشان كده جولة بلينكون عبرت في اكثر من عاصمة. واعتقد انه كلنا متابعين هذه الجهود. النفط الليبي بالتأكيد احد اهم هذه يعني النقاط التي يجب العودة اليها والاستفادة منها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها العالم. واعتقد انه يعني هنخرج منها مع تموضع نسبي مختلف للقوى الفاعلة حول العالم. طيب هنا السؤال، يعني إذا كانت هناك إرادة دولية توفرت بسبب الظروف ما في محاولة لحل المشكلة الليبية، هل إرادة الليبيين متوفرة لحل مشكلتهم واستعادة دولتهم، ولا لسه حالة تشرذم موجودة على الساحة الليبية؟ شوف، الإرادة الدولية مرتبطة بحاجتين مهمين جدا، مرتبطة بالرغبة في حل الصراع والقدرة على حل الصراع، والاثنين مرتبطين بالمصالح المرتبطة بهذا الصراع. يعني كنا لسه بنتكلم من شوية وقلنا ان هناك بعض الاطراف الدولية التي لديها جزء من ادارة هذا الصراع او جزء من تأثير في هذا الصراع، ولكن من مصلحتها انه الصراع يستمر لاطول فترة ممكن. وقلنا كمان انه الاطراف الليبية لاعبين السياسة الليبيين الموجودين النهاردة على المسرح السياسي الليبي فيهم جزء كبير لا يسعى إلى هذا يعني إلى هذه النقطة أو لا يود يعني الاتجاه في هذا على هذا المسار. لما نيجي نتكلم النهاردة في الميليشيات الإرهابية الموجودة في الغرب الليبي، لو كنا يعني من يومين اثنين كان في لقاء ما بين عبد الحميد الدبيبة وما بين صادق الغرياني مفتي الإرهاب الليبي السابق، واللي بالمناسبة له تأثير كبير جدا على عدد من هذه الميليشيات الإرهابية. كل دي شوف، رغم انه يعني لفترة طويلة
كان هناك خلاف او هكذا يعني اود هكذا ود عبد الحميد الدبيبي رئيس الحكومه المقاله في وقت من الاوقات التخلص من هذا الارتباط بالميليشيات الإرهابية. الآن مصلحة الدبيبة استوجبت أن يكون هناك تنسيق بينه وبين صادق الغرياني مفتي الإرهاب الليبي ومفتي الكثير من هذه الميليشيات التي تأتمر بعمر. إذن المصلحة ثم المصلحة، الإرادة في المقام الأول سواء الدولية أو الإرادة المحلية مرتبطة ب مصلحة الأطراف التي تملك التأثير في الملف الليبي. طب أستاذ حضرتك معنا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، برحب بحضرتك معنا ورمضان كريم. ويعني أمريكا يبدو أنها بدأت تظهر بقوة في المشهد الليبي في محاولة لحل هذه المعضلة التي استعصت على كثير من الحلول، برأيك هل هذا يعني أن الملف الليبي في طريقه إلى الحل وأن تختفي هذه المأساة من الساحة العربية؟ لا، خلينا أقول لك أن ظهور أمريكا على الخط مش معناها أن هي الطرف الأقوى داخل الساحة الليبية. أمريكا هي طرف أقل الأطراف تأثيرا داخل الساحة الليبية بشكل صريح، يعني الوجود العسكري داخل الساحة الليبية أكثر بالنسبة لتركيا وأكثر بالنسبة للروس، هما الطرفين الأكثر هيمنة على الملف الليبي على الأقل عسكريا أو أمنيا داخل الساحة الليبية. لكن أمريكا بتطرح مبادرة، هذه المبادرة آتت على تغريدة لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي، والسفير الأمريكي تحدث فيها، وتحدث في هذه المبادرة ليست مرتبطة بالساحة الليبية فقط، ولكن قال ان ليبيا من الممكن ان تطرح هذا الامر بالنسبه لليبيا وبالنسبه لهايتي وبالنسبه لموزمبيق وبالنسبه لغينيا وبالنسبه لساحل غرب افريقيا، يعني بتطرح خريطه عمل. الخريطه التي طرحت داخل الساحه الليبيه سموها الخريطه العشريه، بمعنى ان تحل المعضله الليبيه على مدار 10 سنوات، من خلال العشر سنوات دول يتم تمهيد الارض داخل الساحة، وعشر سنوات دي مسألة رهيبة من وجهة نظري. يعني القضية يعني أن يتم حل المسألة الليبية في 10 سنوات. أيوة، هذا معناها ما أيوة يعني تأخذ من الجلد للجلد 10 سنين. أيوة، ما هذا معناها معناها المسألة في تهيئة شوية يعني. طبعا مع الخريطة، فعشان كده قلت ان دي اول ما ظهرت في تغريدة لبلينكين، قال والله احنا ممكن نحط خريطة عمل عشان تحل. فخلي بالك انت بتتحدث عن أزمة بقالها 10 سنوات او 11 سنة، وانت بتضع حل لمدار 10 سنوات قادمة. ايه يعني ده امر يركنه على جنب، بس لانه هنا انا وجهة نظري انه حلبة الصراع داخل ليبيا زي سوريا زي اليمن زي كثير جدا من حلبات الصراع جزء من توازنات القوى الاكبر. احنا عارفين ان الطرف الروسي هو الاكثر تأثيرا داخل الساحة الليبية بجانب الطرف التركي، فليبيا برضو عايزة تقول ان انا موجودة زي ما هي موجودة داخل الساحة السورية، والطرف الروسي موجود بشكل قوي جدا عسكريا في طرطوس واللاذقية وبنياس وقاعدة حميمم وكمشيلو وغيره من القواعد العسكرية الروسية الموجودة داخل الساحة السورية. عموما هو طرح امريكي رحب به فتح بشأغة اللي هو رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان، رفض الطرف الاخر اللي هو عبد الحميد الدبيبة، وقال ان انا مش قابل هذا الوضع ولا قابل هذا الطرح. طلع عضو برلمان ليبي اسمه علي الصول وقال ان امريكا بتطرح هذا الموضوع لبسط السيطرة على المشهد داخل الساحة الليبية. فهو الوضع من وجهة نظري انه آليات هذا الطرح مش معناها القبول، وآليات هذا الطرح بالمنطق العشري اللي تحدثت به الولايات المتحدة الأمريكية مش بمنطق انه يعني امر هيكون مقبول من قبل الاطراف المتصارعة الموجودة داخل الساحة الليبية. ده احنا كنا في خريطة سابقة، هذه الخريطة السابقة وجدت فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة لمدة سنة، وكان مفترض ان تعقد الانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 24 ديسمبر، ثم عطلت لاسباب كثيرة جدا متعددة، وبناء عليها وكان البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الدبيبة، فطرح فتح بشأغة
وفتح بشأغة، خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، فتح بشأغة هو وزير داخلية فائز السراج، وفتح بشأغة كان موجودا في الغرب الليبي قبل ما يكون موجودا في الشرق الليبي، وبطرحه كرئيسا للوزراء تم سحبه إلى جهة الشرق مع عقيلة صالح، مع خليفة حفتر، مع عبدالله الثني اللي هو اللي بيكمل الثلاثية القديمة، الثلاثية الموجودة في الغرب الليبي اللي هي كان فائز السراج وكان خليفة الغويل وكان آخر موجود معاهم داخل الساحة الليبية في الطرف المقابل اللي هو خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي اللي مازال موجود حتى هذا التاريخ. الثلاثية دي قدام الثلاثية دي، وكان المفترض بعد يعني صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر ان احنا نطرح خريطة مدتها ايضا سنة، هذه السنة تكون فيها حكومة، اما حكومة الدبيدة او حكومة فتح بشأغة المعينة من قبل البرلمان، وما يكونش له حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية القادمة، ويتم تمهيد الارض ان تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية ولا وفق استفتاء على الدستور الليبي، وكان ده امر مختلف عليه. يعني الخريطة البديلة اللي كانت مطروحة قبل الخريطة العشرية استاذ عمرو كانت خريطة مدتها سنة، كون ان انا النهاردة بطلع على السطح واطرح خريطة عشرية مدتها سنة 10 سنوات بديلة للخريطة اللي كانت مطروحة مدتها سنة في ظل حكومة فتح بشأغة وهو في صراع مع حكومة سابقة عليه هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، انا من وجهة نظري دي علامة استفهام كبيرة جدا. ويعني برأيك على ماذا تراهن الولايات المتحدة في هذه الخريطة او بهذه الخريطة العشرية؟ على ماذا تراهن؟ هي تراهن على الوجود وعلى اثبات الوجود وعلى انها هي طرف فاعل داخل الساحة الليبية، ده الرهان الاكبر بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، والرهان الاكبر بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية انه خدت في صياتها فتح بشأغة. وطبيعي جدا انه خلينا اقول لك ان من عجائب الامر انه الطرف الروسي مش موجود في الطرف المقابل، ده الطرف الروسي محسوب على فتح بشأغة ومحسوب على عقيلة صالح ومحسوب على خليفة حفتر، مش هو في الطرف عبد الحميد الدبيبة ولا خالد المشري ولا الطرف المقابل. الطرف المقابل ده فيه الطرف التركي موجود، الطرف القطري موجود، الطرف الايطالي وجزء من الطرف الفرنسي بحكم ميوعة الطرفين دول موجودين. فهي انا من وجهة نظر انه هذا طارح لكي تتحدث ان الولايات المتحدة الامريكية انها موجودة وانها تطرح خارطة الطريق، وان هذه الخارطة واجب علينا ان احنا نناقش. هتكون بقى مدتها 10 سنوات، هنخليها 5 سنوات، هنخليها 3 سنوات، ده امر من الامور اللي تحتاج يعني تحليل وتمحيص وتحقيق مستفيض من قبل من يمسك في ايده ملف المشهد الليبي. ملف المشهد الليبي كان على مشارف نهايته ايام وجود المندوب الامم السابق اللي هو المندوب اللبناني، ثم حصل تفجير الوضع اللي في الغرب الليبي، ثم حصلت سيطرة خليفة حفتر على الغرب الليبي، ثم انقلب الوضع بعد الدخول التركي اللي هي مدينة سرمان وسبراتا والعجيلات والجميل وصولا إلى قاعدة ترهونة والوطية. والأمر الآن يعني يذكرك بالمشهد السابق. هو المشهد السابق كان إيه مشكلته؟ المشهد السابق قبل حتى ظهور حتى الدبيبة، قبل ظهور الدبيبة ده ما كان 3-3، هنا فتح فائز السراج وكان معاه فتح بشأغة ده وزير داخليته، وفائز السراج ومعاه خليفة الغويل ومعاه خالد المشري، وكان الطرف المقابل ليهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبدالله الثني. انقلب المشهد بعد كده بحكم ما وصلوا إليه في جنيف، وطلع عبد الحميد الديبة أن يقود المرحلة الانتقالية كرئيس للوزراء ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم حصل خلاف بين البرلمان الليبي وبين عبد الحميد الدبيبة، فعبد الحميد الدبيبة يروح ونجيب حكومة فتح بشأغة. طيب والنهاردة عبد الحميد الدبيبة موجود هنا وفتح بشأغة موجود هنا، وزمان كان فائز السراج موجود هنا وكان عبد الله الثني موجود هنا. فأنت الأزمة هي أزمة التطاحن السياسي الموجود داخل الساحة الليبية.
إلى أين سوف نرتقي من هذا التطاحن السياسي وصولا إلى أهمية الحفاظ على هذه الدولة وعلى هذا الشعب؟ هو ده السؤال الأكثر وجاهة، مش الخريطة العشرية اللي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تحل معضلة من معضلات منطقة الشرق الأوسط مدتها 10 سنوات. يعني أنا متصور أن دي يعني إيه، لا وأمر متفاقم الأزمة خلال 10 سنوات القادمة يعني، وتصبح الأمور لا قدر الله أسوأ يعني. لا طبعا طبعا طبعا، هي المسألة أيسر من ده وأيسر من ده، شرطه أن تتلاقى الأطراف المتصارعة حوالين حقيقة واحدة، الكل يترفع عن ذاتيته ويدرك أن مصلحة الدولة. مشكلتك داخل الساحة الليبية أن هناك صراعا ما بين شخصيات، كل شخص فيهم يريد أن يثبت ذاته ويريد أن يثبت حقيقته، وهذه الشخصيات هي من عطلت إجراء الانتخابات الرئاسية على فكرة في 24 ديسمبر. ليه؟ لأن كل الأطراف طرحت نفسها اسما على الساحة، دخل سيف الإسلام ودخل حتى الأطراف المتضامنة مع بعضها رشحوا نفسهم ضد بعض. خليفة حفتر اترشح ضد عقيلة صالح ومعاه سيف الإسلام، وفي الناحية الثانية عبد الحميد الدبيبة وفتح بشأغة ده كان طرح نفسه للترشيح، وهكذا. فأنت عندك أزمة شخصيات موجودة داخل الساحة الليبية، علينا ابتداء قبل أن نناقش الأطروحات التي تخرج من عباءة أمريكية أو عباءة غربية ليس لها مصلحة في نهاية أي نزاع أو أي صراع، لأنه هذا النزاع وهذا الصراع هو أصل من أصول وجودها هي الولايات المتحدة الأمريكية. هم يستثمرون هذه الصراعات من أجل بيع السلاح، من أجل أن تكون لهم مواطئ أقدام في أماكن كثيرة سواء في العالم العربي أو في العالم كله. الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يعني كما تفضل الدكتور مختار غباشي، الولايات المتحدة تطرح خطة عشرية، هذه الخطة طويلة الأمد، كان من الممكن اختصارها كما حدث في الاتفاق السابق الذي لم ينفذ على أرض الواقع. حضرتك زي ما أنا قلت وزي ما حضرتك قلت وزي ما الدكتور مختار كمان أشار، أمريكا غايبة عن المشهد الليبي بقالها سنين بعد ما أشرفت زي ما قلنا في البداية على تدمير، على الظهور وتدمير الدولة الليبية. غابت سنين، رجعت أمريكا رجعت لأسبابها الخاصة جدا جدا جدا. سألت حضرتك الدكتور على ماذا تراهن مثلا أمريكا؟ أمريكا أنا رأيي الشخصي النهاردة بتراهن على حاجتين مهمين جدا. أولا تراهن على البعثة الأممية الموجودة داخل الأراضي الليبية اللي بتقودها ستيفاني ويليامز الأمريكية، بمعنى أنه أمريكا عاوزة تخش أو عاوزة توجد تأثير لها في هذا الملف، توجد أوراق يمكن أن تستغلها سواء في هذا الملف أو في ملفات أخرى في التسوية النهائية لكل الأحداث الدولية اللي سايرة، من خلال منظمات دولية، من خلال الوجود الأممي داخل الولايات المتحدة الأمريكية داخل ليبيا. بمعنى أنه البعثة الأممية اللي بتشرف على الجهود الأممية الموجودة في ليبيا زي ما قلنا ستيفاني ويليامز في يعني في وجودها ما بين أطراف النزاع الليبي بتستقطب من آن إلى آخر أحد هذه الأطراف، وإذا فشلت بتوجد نوع من التنافر بين صناع السياسة الليبيين. ده رقم واحد. رقم اثنين، الولايات المتحدة بالتأكيد بتعول على الوجود العسكري لها في أفريقيا، قوات الأفريقيا اللي موجودة هناك، إضافة إلى علاقاتها بدول الجوار. الولايات المتحدة لديها رغبة حقيقية في العودة إلى الملف الليبي لأكثر من سبب وأشرنا إليهم، وخصوصا في ظل هذه الأحداث الاستثنائية الموجودة على الساحة الدولية. طيب الدور العربي على الساحة الليبية ما هو موقعه من الإعراب؟ شوف، هو الدور العربي بيجي في الساحة الليبية من مسارين مهمين جدا. أولا لازم نشير إن يعني أكثر المؤسسات الليبية التي يمكن الوثوق فيها من قبل الشعب الليبي هو مجلس النواب الليبي، لأنه هو المؤسسة الوحيدة اللي فضلة اللي ممثلة ومنتخبة من الشعب الليبي. ده رقم واحد. أكتر حد بيدفع الثمن في الملف الليبي هم الشعب الليبي نفسه، بصرف النظر على الأطراف المتصارعة الدولية وحتى الأطراف المحلية.
أكثر الأطراف الخارجية دعما للشعب الليبي أنا في رأيي الشخصي دول الجوار، دول الجوار سواء كان تونس سواء كان مصر من الناحية التانية. ليه؟ لأسباب كثيرة، سواء كانت أسباب اجتماعية أو أسباب اقتصادية أو حتى أسباب أمنية. من مصلحة دول الجوار، يعني بلد دولة زي مصر حدودها مع ليبيا حوالي 1250 كيلو تقريبا، لما بتكون الأمور هادية تأمين هذه المساحة الطويلة جدا بيبقى يعني في حدود المعقول. لما بتكون الأمور على الأراضي الليبية مش بتسير في هذا الاتجاه، بالتأكيد بتحتاج تأمين مثل هذه المساحة الطويلة جدا الشاسعة جدا المساحة الممتدة جدا، بتحتاج مجهود كبير لتأمينها. ده رقم واحد. ده أهم الأطراف العربية اللي هي يعني تساعد أو لديها رغبة وتعمل في هذا الاتجاه من أجل مصلحة الشعب الليبي. كمان التدخل العربي الإماراتي السعودي في الملف الليبي تدخل محمود، وأعتقد أنه تدخل رسمي مع الجيش الليبي الرسمي ما تبقى منه ومع مجلس النواب الليبي المؤسسة المنتخبة. فأعتقد أنه الأداء العربي في هذا الملف يسير. طبعا هناك مجهود يشكر إلى الجار الثالث للأراضي الليبية في خلال الفترة اللي فاتت بيبذل مجهود كبير، الجزائر الشقيقة. فدي المسارات اللي هي يعني تقريبا عليها دعم للملف الليبي، طبعا كله في النهاية تحت إشراف أو مظلة الأمم مظلة الجامعة العربية. بس خلينا نسجل هنا أنه وعلى غير العادة الأداء العربي وخصوصا الأداء الخليجي والتنسيق مع الدول العربية في الأزمة الأوكرانية أعتقد أنه إلى الآن أداء معقول وأداء يتناسب مع الطموحات المستقبلية للشعب العربي، وأعتقد أنه أداء يرقى يعني إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في الفترة الجاية. من 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 مصلحتنا كلنا كعرب انه يعني القيادات العربيه تجتمع او تعمل على جمع يعني الكلمه العربيه وتوحيد الخطاب العربي في الساحه الدوليه والاستفاده بكل ما هو يعني موجود تحت الايادي العربيه. ختاما انا بشكر حضرتك الاستاذ الكاتب الكبير رجب الشرنوبي الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا. الشكر موصول لكم ومشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير ان شاء الله، في امان الله.